بعد بقى رحلة الهند واللي اكتشفتي نفسك في الهند، رجعتي هنا بقى وقلتي خلاص انا هعمل ده. بالظبط، هو قلت هو ده. اوكي. سبت الشغل وابتديت امرن صحابي و بداتي بصحابك. بالظبط، الناس عارفاها وكمفورت زون بتاعتي، فابتديت امرنهم وكده. وبعدين بعد كده توسعت شويه، ابتديت امرن في نادي سبورتنج، ناس بقى ما اعرفهاش وديفرنت ايجز، كبار صغيرين، يعني كذا كذا اعمار، فئات فئات عمريه مختلفه. بالظبط. وابتديت بعد كده حد قال لي تعالي ادي في مدرسه، فروحت جربت وبعدين لقيت الولاد مبسوطين قوي، فابتديت ان انا بدي في مدارس انجلش وفرنش يعني انا ويكلي بيسس لحد دلوقتي. واعمار مختلفه يعني 7 سنين 10 سنين 13 18. هي مهمة اليوجا للاطفال جدا مش للكبار بس، كمان كله أطفال. للكبار خالص وللصغيرين وللرياضيين، ويعني حتى في الرياضه انت مفروض اي حد بيلعب رياضه مفروض يلعب يوجا، لان الستريتشز في الرياضه العاديه بيكروتوها اللي هو يروحوا عاملين كده ويروحوا، مع ان هما لو عملوا ستريتشنج صح هتعمل اطاله للعضلات، هيقدروا ان هما الاصابات بتاعتهم هتقل، يعني في لها فوائد كتير جدا طبعا. بس هما الناس بيقولوا لا انا ما عنديش وقت، انا مثلا بلعب 6 ايام في الاسبوع رياضه وخلاص كده ما عنديش وقت. هو لازم يتحط لها وقت يعني، حتى كمان لكبار السن يعني لازم لكل الاعمار. انا كان معايا واحده في الهند عندها يعني ما شاء الله عندها 73 سنه ما شاء الله، فيعني اللي هو ايه ده ازاي يعني عادي. طب هنا في مصر الشرائح الاكتر اللي بتبقى مقبله على ده الصغيرين ولا الشباب ولا كبار السن؟ الشباب. الشباب. طيب وخصوصا البنات يعني الولاد في كتير يقول لا انا ما العبش يوجا، لا مش عارفه يعني برضو الكالتشر لسه ما وصلش قوي.